الأولى على جميلة كثير حلوة. جد. جميلة ما أطيبه. تغري. أنا كثير مبسوطة أنا سمعت شيء بوزيتيف. شو لحظة لحظة إيه؟ مبسوطة أنا سمعت شيء بوزيتيف. نحن مبسوطين فيك إنك معنا بستار أكاديمية حياتي وبنحبك وبنحترمك و حلو القلب الكبير. شانتال شو اسمه هذا الشيء؟ سألته السؤال الجواب. لا عن جد أنا ايه؟ شو ما قلت معك حق عن جد ما غنيت. خي روعة. مش مقبول؟ بعرف. يعني مش تسميعة؟ ما بعرف. هي أمغرومي يا أمي، هي أمغرومي يا هي أمغرومي. تسميع تسميع تسميع، مع أنه غنية كتير حلوة، يعني من أحلى أغاني أنا بحبها الغنية. هذا اللون اللبناني الحلو اللي كلنا حافظينه قديم صار منا جديد، يعني غنية محفوظة. ما عندك حجة شانتال أنه ما يكون عندك إيقاع، أنه غنية إيقاع. عم بيرجف قلبي مني يعني you have no sense of rhythm. انا حطيت good performance for nominee. قالك nominee good performance، يعني عم بقيس على اللي بتعملي انت اصلا. هيدا اقل سوءا من السيء، هيدا كان سيء، هيدا اقل سوءا بس بعده سيء. يعني في سيء وفي أسوأ، هيدا اقل سوءا من السيء. هذيك جمعه كان سيء زعلتي وهيك، واللي قبلها كمان. هلا صار انه اقل سوءا، بس انه لانه غني لبناني محفوظه، مش انه عم بتغنيها مثل ما حافظتيها يعني تسميع. طب انا ما بعرف كيف بدي احط، انه كيف واحد بحط ادائه. اه كيف واحد بحط ادائه؟ طيب هذا السؤال سالي الاساتذه تبعك، بيقولوا لي وقت تشرح تحفظ. قلت لك اعطيتك ريدلز، مش ريدلز، اعطيتك تب صغير اللي هي انه وقت تحفظ غنيه كثير وتكون هي محفوظه خلص لوحدك بصير انت اللي حالك عم ترنتحي. شانتال هيدا الشيء عم تعمليه ما بيليق بمرأة ببنت هالقد مهضومه مثلك، حلوه عندها حضور حلو على المسرح، ناقصها كل شيء، عندها كل شيء، عندها الحضور بس ناقصها كل شيء غير الحضور. ناقصها المغنى، ناقصها الريتم، ناقصها الثبات على النوت، ناقصها الانرجي. ما عندك انرجي، غني ايقاع واقفه هيك مثل واحد راسمك مسبلك مسمرينك على المسرح، قال لك مخرج ما تزيحي عن الاكس، واقفه على الاكس ما بدك تغني، ما بدك تزيحي عنه، اوعى. ما حدا راح يأنسك، ما في شيء، يعني هذه الحياه حلوه كل شيء تمام. حركي شوي. شو؟ بنشوفك جماعة تجي ان شاء الله.